استقبل رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر في مكتبه في بغداد استقبل السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس والوفد المرافق له، وناقش طرفان الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على العراق، إضافة إلى ما تم تنفيذه من الاتفاقيات السياسية وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال الاجتماع أكد الخنجر على ضرورة مساهمة الشركات البريطانية في إعادة بناء المدن المحررة، مبينا أن التحدي الكبير هو إنهاء ملف عودة النازحين بالكامل ومعرفة مصير المغيبين وإطلاق سراح السجناء الأبرياء وتعويض المتضررين وإعادة بناء المدن المدمرة وفق توقيتات زمنية محددة. وشدد الخنجر خلال اللقاء على أهمية مشاركة بريطانيا في مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الأمنية. بدوره رحب السفير البريطاني بالجولة الإقليمية التي سيقوم بها الخنجر مطلع الشهر القادم إلى بريطانيا وعدد من الدول الإقليمية، والتي ستتركز حول الأوضاع في العراق وحول سبل معالجة الأزمات.